السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مستشفى السبعين وأرناو السبعين أوستر من صنعاء. Where we look at the cases of cholera coming from different districts around صنعاء. في حالات كثيرة جدا من الأطفال الذين أصيبوا بالكوليرا من محافظات حوالين صنعاء. كما ترونهم النساء في الأرض هم والأطفال. المستشفى السبعين لا تستوعب هذا العدد الكبير من الحالات التي تأتي إليهم تباعا من كافة المحافظات حوالين صنعاء. And you can see that the women are spreading the children on the floor. And this is cholera. Cholera is not a joke. Cholera is a killer. It's a killer disease. تأتي هنا وتذهب إلى عدن وتذهب إلى كل محافظات اليمن كي ترى ما يحدث من مأساة الشعب. We can just politically, but come and see the number of people who are suffering in Yemen and the number. We make this appeal to العربية, to الجزيرة, CNN. To BBC, to all these media organizations to come and see here and not to put the risk of security and not come to be with the people of Yemen. بنعمل نداء ده خاصة للمحطات الإعلامية في العالم التي كثيرا ما تخفي الحقيقة عن الوضع الإنساني في اليمن وتأتي هنا لترى معاناة الشعب اليمني في كل محافظة من محافظات اليمن. في عدن وفي صنعاء وفي حضرموت وفي كل المحافظات الشمالية والجنوبية أن قضيتنا هي قضية إنسانية وكما ترون الأطفال والنساء هنا والموارد المتاحة لهم ضعيفة جدا جدا. And what you can see now all those children and women in this place and the resources available for them is very 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 limited. حالات 50 في الشهر 40 30 يمكن هذه الفترة مع الكوليرا القسم الآخر فارغ إنه تقريبا قعدوا 10 أيام مضروبين في تمرير الحرارة وما كانوش يستقبلون الحرارة فحالات كثير رجعت. القسم هذا بدأنا ندخل فكوا الإضراب بدأنا ندخل حالات بس اللي هي مع الكومبليكيشن إحنا بنجيبها هنا في القسم هذا especially دايريا and dehydration. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
شركة عالمية هي اللي هي دريجر هذه تقدر 25 وزنه تقريبا اقل من 900 جرام. This is one of the early weeks, 32 weeks, and this is actually his weight is about less than 900 grams, and they feed him the lion. أحد الحالات الصعبة علاجها في اليمن لقلة عدد الحضانات الموجودة. The incubator in this central hospital, 70 hospital for women and children. الأمر هنا صعب جدا 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 بالنسبة للأطفال بالأشياء اللي احنا كنا بنتفرج عليها في أفريقيا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من سوء التغذية والأولاد المكلة. Now it's very very difficult.
السوشيال ميديا and to help the Yemeni people in all the different districts of Yemen. They need supply, whether it's for medical supply, whether for shelter, clean water supply, and all these kind of problems that actually Yemen as a country is suffering from. نحن نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى قعود هؤلاء المانحين وخاصة وسائل الإعلام عن الحالة الإنسانية المزرية في اليمن والتي تصيب كافة المحافظات في اليمن في كل مكان وعلاجها سهل لكن نريد الإعلام يكون محايد ويكون إنساني ويبرز هذه القضية نريد أموال كثير من المانحين من الدول كذلك أن تأتي هنا تساعد الشعب اليمني في كافة المجالات التي يحتاج فيها الشعب اليمني إلى مساعدة حقيقية ومساعدة واقعية وهنا الشباب احنا بنشكرهم الدكتورة والفريق العمل معها انهم بيعملوا اشياء لا نستطيع ان نقوم بها في اوروبا. This medical team here is doing miracles that we cannot achieve in developed countries because in the developed countries they have the equipment, they have the resources but here they innovate. They are very innovative and they managed to save a lot of life of children. Thank you very much and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that brings you all the great help. وسنشكرهم جميعا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يديم هذا العون على اليمن وشعب اليمن في كافة محافظات. To help the Yemeni in Yemen. 20 million people need help. ونتمنى from the media especially who want them to come here. بس منهم يأتوا هنا يعانوا يروا المعاناة الحقيقية when they come here to see the real suffering, the real agony of the people of Yemen in different parts of Yemen. Yemen that we know needs help from south to north and from east to west. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مستشفى الجمهوري في صنعاء في الوحدة بتاعة العزل لمرض الكوليرا أو الخوف من انتشار مرض الكوليرا والدكتور هنا حول استقبال الطوارئ كله في المستشفى إلى منطقة للعزل لمرض الكوليرا وأصبح حالات مرض الكوليرا ليست فقط من المحافظات التي حول صنعاء بل أتت من محافظات في الجنوب زي شبوة والضالع وهذا أمر خطير جدا 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 قد يؤدي إلى انتشار الكوليرا في أماكن كثيرة. مرات لاكتظاظ المستشفى والوحدة بأعداد كثيرة. كم عدد؟ ما بين 25 إلى 30 حالة. One of them is dead, unfortunately, now. No, yes. A lot of things specialized. We need IV fluid. IVC, every day we have deficiency.
we have deficiency of the staff also. A lot of the staff, we are 6 to 8 months now. We are out of the service. نحن نحتاج لمحاليل غير موجودة لأسرة لأماكن أخرى نضع فيها المرضى للحقن اللي نضع فيها المحاليل كل المانحين في العالم. This is a severe case and very difficult and could become a big outbreak of cholera in Yemen. We have to protect the Yemeni people. We have to stop this. آخر من أقسام العزل. This is another word. The people who are affected by cholera. We need help now. We don't want to delay the help to Yemen. عدد الحالات في تزايد مستمر، يعني من استقبال كنا الافرج يستقبل في اليوم ما بين 10 الى 15 حاله، اصبحنا نستقبل 25 الى 35 حاله يوميا، والحالات للاسف الشديد تاخر بالبيوت لانها توصل من خارج صنعاء، من المحويث الان في ارحب الحالات، اصبحنا في امس كان اعلان الست في شبوه في الضالع، اصبحنا الان امس في اب 96 حاله، امس اعلن عنها في دمار كذلك، فاصبحت التكدس كثير جدا. الان في طائف استيعاب يعني وفي نفس الوقت ما نقدرش ترفض مريض يعني المريض بيجي لك في حاله هايبوفلوميك شوك لابد تتعامل معه. هم they are unable to deal with the increased number of people coming from different districts around Sana'a and the south and this is an appeal. An urgent appeal. Come and help now. We need to stop this outbreak from becoming an epidemic. Yemen needs help at every district, at each level, from south to north, from east to west. We need the humanitarian support now. We need the humanitarian support now. Do not delay it. Delay will become a catastrophe and we will regret it. And humanity will make us responsible for what will happen to Yemen. In the absence of media and the absence قبل أن يتحول هذا المرض إلى وباء ونندم عليه جميعا وتحاسبنا الإنسان. هذا شيء يعني يدمى له
رغم نقص الإمكانيات المالية للكادر التمريضي والأطباء، لكن ما زالوا على رأس عملهم. وهذه رسالة نوجهها لكل من يريد أن يساعد، أن فعلا ينظر إلى الكادر الطبي والدكاترة والأطباء والممرضين، ونحن إن شاء الله سنكون جزء من هذا المساعدة. شكرا دكتور السلام عليكم dear brothers, sisters, friends. While making an emergency appeal to respond to the catastrophe which is affecting the Yemeni people. هذا نداء استغاثة لإغاثة الشعب اليمني المحتاج. More than 20 million people in Yemen are in a very desperate situation. Food shortage, need medical help, need supply of medical equipment, shelter, clean water supply. أكثر من 20 مليون من أبناء الشعب اليمني يحتاجون للغذاء، يحتاجون للدواء، يحتاجون المواد الطبية، يحتاجون المياه الصالحة للشرب، يحتاجون للمعونة والإعلان عن قضاياهم الإنسانية. Our emergency appeal goes to the Secretary General of the United Nations, the Secretary General of the League of Arab States, the Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation. نداءنا يروح لكل من أمين العام الأمم المتحدة، أمين العام جامعة الدول العربية، والأمين العام ل منظمة التعاون الإسلام، أن يأتوا جميعا يزوروا اليمن، يزوروا عدن، يزوروا صنعاء، يزوروا تعز، يزوروا حديدة، يزوروا تهامة، لكي يطلعوا بأنفسهم على أحوال الشعب اليمني الذي يريد أن يستغيث من الفاقة التي تصيبه. Our appeal goes to the Secretary General of these three organizations to come and visit Yemen.
تو فيزيت صنعاء، تو فيزيت عدن، تو فيزيت تهامه، تو فيزيت حديده، تو فيزيت تعز، تو فيزيت every place where the affected community is badly affected. More than 25 people died today because of the outbreak of cholera. 25 حالة كوليرا ماتت اليوم بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية. More than 200 people are affected by cholera in Sana'a itself. وأكثر من 200 حالة كوليرا في صنعاء فقط. ذهبنا اليوم لمستشفى 70 ولمستشفى الجمهوري today. We visited 70 hospital and the Jamhuri hospital to find the depth of this problem affecting the Yemeni community. اليوم زرنا مستشفى 70 المستشفى الجمهوري لنطلع على الحالة البائسة لأبناء الشعب اليمني الذين يعانون من نقص حاد في المواد الطبية والسراير والمعدات والأطباء والممرضين إلى آخره إلى آخره. We visited these two hospitals today to look at the depths of the catastrophe which is affecting the medical condition of the Yemeni people who are overcrowded in these two hospitals with less food supply, medical supply and medical equipment and less in the medical personnel to have them, to help them. We urge you to help Yemen today. نحن نستغيث لكم جميعا أن تستعدوا اليمن اليوم وليس غدا لكي نوقف هذه المجاعة التي نحن على وشك المجاعة التي قد تصيب الشعب اليمني وعلى وشك أن تكون هناك إصابة أو انتشار لوباء الكوليرا في محافظات عديدة في اليمن. كوليرا is not only affecting Sana'a, it's affecting different places around the districts of Sana'a as well as different districts in Yemen. So we come back to say we urge the Secretary General of the United Nations, the Secretary General of the League of Arab States, and the Secretary General of the League of the Organization of the Islamic Conference, as well as the international organization, as well as media, to come here and to discover the depth of the humanitarian problem affecting the Yemeni people. ننادي مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن يأتوا هنا ليطلعوا بأعينهم على الحالة الإنسانية لشعب اليمن الشقيق وكذلك المؤسسات الدولية وكذلك المؤسسات العالمية المحايدة التي تستطيع أن تظهر القضية الإنسانية جلية واضحة. Also, we urge the international organization, humanitarian organization, as well as the media organization to come and report about the urgent need of Yemen. Yemen needs help. اليمن تحتاج المساعدة. والمساعدة تكون اليوم قبل أن تتحول هذه الأشياء إلى كارثة إنسانية محقة في اليمن. Stop having this to become a catastrophe in Yemen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.